أهلا بكم. لقي 16 شخصا مصرعهم وجرح عشرات آخرون في تفجير قرب مسجد للشيعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد. مصدر أمني رفيع قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحادث نجم عن انفجار أسلحة ثقيلة من بينها قذائف صاروخية كانت مخزنة في أحد المنازل وتعود ملكيتها إلى مجموعة مسلحة. وأشار المصدر إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 16 قتيلا ونحو 30 جريحا من بينهم نساء وأطفال. يعني هاي الأحزاب اللي عملت بينا راحت أماننا وحالنا وبيوتنا والعالم ولدها وبناتها ماتت.